انا طلبت العام العام هات الجمهوري يقول السلبيات دي يرد عليه. دي بوابة مجلس الوزراء مقفولة طبعا. طب والتانيين لما يرفضوا مصر كلها بعدنا يا جدع. لا لا ايوه بس تعرفنا بنفسك؟ محمد شوقي، طالب في كلية هندسة قسم أمور. طيب أنا شايفك بتنصب خيمة هنا عند مجلس الوزراء، أنت بتعتصم هنا ليه؟ بعتصم هنا لحين إسقاط المجلس العسكري وعشان يشكلوا مجلس رئاسي ومدني. انت جاي لوحدك ولا في ناس معاك كمان؟ لا انا كنت جاي لوحدي وتعرفت على ناس. بالتوفيق.